واتس اب جايز، كيفكم شلونكم؟ رجعنا لكم درس جديد. طبعا بالبدايه ما تنسى تشترك في القناه، اشتراك في القناه نص قناه 1000 اشتراك، ما اعرف ايش اخر سنه ما وصلنا. وبنصحكم كمان بدارتي اللي مهتم من المعلومات، حنحاول تم تحسين بعض الدروسات ودروس، وحنحاول نحسنها اكثر واكثر. يلا نبلش. يمنا نحكي سغرك، كان حاكينا من قبل، لكن حنحسن الشرح، حيكون شرح كتير حلو وظريف. يلا نبلش. الصغرة اسمها EXF Geolocation Data Nested From Upload Images. خلينا نحكي بسيط شو هي الصغرة. اي صورة بالعالم ترفع من سمارت فون او سمارت فون مثلا، فالصورة فيها ميتا داتا. اي صورة فيها ميتا داتا اسمها XIF. XIF فيها ميتا داتا. هالميتا داتا شو فيها؟ يمكن يكون معلومات جيولوكيشن، هاي شيء حساس كتير. هلا رح نحكي ليش الخطورة انك تعرف جيولوكيشن لشخص ما عن طريق الصورة، تمام، اللي مرفوعة، يلي مرفوعة الموقع، او اذا اعتبرنا فيسبوك غير. هلا رح نحكي يمكن يكون مثلا فيها مثلا كاميرا موديل، شو الكاميرا الموديل، موديل كاميرا. يمكن يكون جوات الصورة ميتا داتا موجود، مثلا اذا كان شغل فلاش او غيره. طيب شو الخطورة بشكل عام؟ انا شو استفدت؟ انا كأتاكر مثلا اعتبرنا فيسبوك، فنحن رفعنا صورة شخصية، صورتي مثلا، انا رفعت صورتي كفيكتيم، رفع الصورة الشخصية تبعه على سمارت فون، تمام. فبيجي الأتاكر شو بيساوي؟ بيروح بيفوت على الصورة، بيعمل جرابينج، بيجيب الصورة بياخدها من النت عندك من صفحتك الشخصية، بيروح بشوف، بيعمل ترايف ميتا داتا او ارجاع للميتا داتا، بشوف الميتا داتا تبع الصورة، بشوف باحد التول المعين حنحكي عليها، هي حتشوف لي جيولوكيشن. وهي صغرة على فكرة، ومثل ما نلاحظ اخذ الشخص $50، هي نوع من انفورميشن ديسكلوجر، وهي كمان نوع من البرايفسي، بتضر البرايفسي كتير، تمام؟ تمام. انا كباك هانتينج او باك باونتي شو بساوي؟ انا اول شيء برفع صوره من هاي الموقع دوكم راط اس الفيديو، بترفع احد الصور اللي هون، ترفعهم على الموقع هاد، وتشوف اذا صوره بترفع اذا صور بصفحه البروفايل، وبعدين بتفوت على هذا الموقع اسمه جيفري، وبتحط الصوره اللي رفعتها من الموقع، وبتحط هون. اذا طلع لك جيو لوكيشن فتعتبر صغره، تمام. تمام، خلينا نجرب على اوبو، تمام، او اي موقع على سبيل المثال، اي موقع. خلينا نجرب مثلا يعني جوجل، او خلينا نجرب هون جوجل تبع الباك هانتينج، تمام، بيلد. اوكي، خلينا نجرب على هذا الموقع باك هانتينج، هذا درست غرض تعليمي لا غير، تمام. خلينا ننزل احد الصور، تمام. راح نعمل داونلود للصورة، تمام، وراح نحصلها وين؟ عند التنزيلات، تمام. وبعدين راح نفوت على هاي الصورة، هاي الصفحة طبعا انا فاتح في بي ان على باك هانتر ويذ جوجل دوت كوم، تمام. يا ريت تشترك في القناة إذا مو مشترك جديد، فبتمنى تشترك ليوصلك أول في أول، تمام؟ فيا ريت تشتركوا بالقناة، نوصل قناتنا للألف مشترك، تمام؟ فاتح الصفحة، من كرييت بروفايل، بنفوت على الصورة هاي، وبنفوت هون على الداونلود، وبعدين بنعمل تشغيل للصورة، تمام؟ وبنحط هون أي اسم على سبيل المثال. وبنعمل بس نفوت على هيك الصورة، تمام، نعمل أبل لوكيشن، أوكي، خلينا نعمل كرييت بروفايل، تمام. إذا صغرة حارفعها لجوجل وبنشوف شو نساوي، تمام. نعمل كرييت بروفايل، ما عم يرتفع البروفايل، نعمل هيك، نعمل كرييت بروفايل، تمام، عمل كرييت بروفايل، اوكي، عمل كرييت بروفايل، ما عم يعمل كرييت بروفايل، لازم يعمل كرييت بروفايل، تمام، عمل ريفريش،
اوكي تمام، هي صفحة يلي عندك تمام، هو ما عم بيرضى يرفعها يا ميكريت بروفايل، شايف هلا الحليب يا ميكريت بروفايل. تمام عمليت كرييت بروفايل، كان معلي على الدنيا تمام، ونفوت على الصورة اللي عندي بشكل عام. تمام هون ما فات اللي نوت كون بريميشن اي بي ادريس، تمام فوت على ساين ان، فوت على ساين ان، ساين ان تمام، نفوت على ساين ان، فات على الصورة، هلا بنفوت على الصورة تمام، فوتني تمام، بفوت على الموقع اللي حلكن عليه، بفوت على جيفري، وبعدين بفوت على هيك، وبعدين بنعمل هيك تمام، وبعمل في داتا اوكي، بنشوف اذا اعطاني جي لوكيشن. طبعا هنا اعطاني كلر، هذا الشيء ما له حساس ابدا ابدا، الفول سايز، الكولر، الفلتر، ام اس سايز. طبعا هون ما اعطاني اي شيء حساس تمام. طبعا في حال اعطاني شيء حساس مثل جيو لوكيشن، فبالتالي راح تكون ثغرة امنية تمام، فحتكون ثغرة امنية تمام يا شباب. اذا اعطاني جيو لوكيشن، هون ما اعطاني اي شيء جيولوكيشن، لانه انا بدي جيولوكيشن يعطيني اياه. شايف هون شو اعطاني؟ اعطاني هون البي ان جي طول العرض، فهذا الشيء ما بيهمني. اعطاني هون الايميشن فلتر، هدول ما كتير حساسين ابدا، اذا انت حساس جيولوكيشن فبلغها بسرعة تمام. اوكي هيك شباب بيكون خلص درسنا، فما تنسى تعمل لي لايك، طبعا السبسكرايب، وبحبكم كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.